بصفة كرئيس جمعية أياسين التنمية والتعاون، كون كلشي غير الخير اللي كل التنام الحمد لله لكل التوحقاق من خلال حضور ياسين التوحقاق الجهود من الساكنة ياسين لكل المحسنين، كون الخير هذا كل تسمقل من الحمد لله خلال المنطقة ككل أحلى خلال المركز الاجتماعي للثقافة التنمية للتعاون بياسين، تسمو قول من غير هذا الحمد لله كل شيء الجهودات اللي كله سكن اللي تسكن الجمعية أرديوشكا ضس النضال المحسنين دحنت تزلاد الجنود الخفاء اش كل الحمد لله الجنود الخفاء تروان وياسين اش كل التعاون نحل خيرا. هذه الفرصة نغتنمها على أساس نعطيو بعض المعطيات فيما يتعلق بالشأن الديني بهذا الدوار، كما ليكون في علمكم الإخوة أن المسجد هذا المسجد الثاني مسجد جامع، يعني مسجد ثاني جامع في المنطقة في الجماعة بالخصوص بعد طعلت، لأن بعد وهذا جاء تقريبا من 2007 الحمد لله بمجهودات أهل المنتشر بالخصوص الدوار ساكنة الدوار استطاعوا في ذيك الوقت بالخصوص باش ياخذوا هذا رخصة لإقامة الشعيرة من شعائر الدينية بالخصوص شعيرة صلاة الجمعة. من ذاك العهد والحمد لله والمسجد وانا ذاك راه كان في يعني في بنايه جد 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 ضعيفه متواضعه بالخصوص فيما يتعلق بتلبيه للرواد ديال هذا المسجد بالخصوص، لان هذا المسجد كما تعرفوا اول ثاني مسجد في المنطقه تقريبا ما يزيد عن 12 دوار غير بالمنطقه تسيله زائد دواوير قبيله بجانب يعني قبيله ايدوسكا هي قبيله مزداق والجمعيه بالخصوص كتبذل المجهودات للتوسعه والترميم. كما ذكر الاخوان ان المنطقه عرفت مجموعه من المشاريع اعتبار ان المنطقه الى زمن قريب كانت يعني تعاني من مشاكل الطريق، مشاكل المياه، مشاكل الكهرباء. الان يعني بفضل تعاون الاخوان وبفضل الاقتداء ب يعني الاعراف المنطقه مثل تيويزي، حيث تعاون ابناء المنطقه اللي يعني تشيد مجموعه من المشاريع، من بين هذه المشاريع هو يعني المركز الاجتماعي التابع لجمعيات وياسين التنميه والتعاون. يعني نستغل هذا المنبر لكي نوجه دعوه ورساله يعني لجميع الشباب يعني من اجل الانخراط كذلك في استكمال يعني بناء المشروع وهذا المشروع المتمثل في المركز الاجتماعي، حيث يعني لا تزال تنقصه عده امور وعده معدات لاستكماله، والذي سيشكل يعني فضاء ثقافيا وفضاء جمعويا لتنظيم مختلف الانشطه سواء الثقافيه والرياضيه او التنمويه التي يعني ستشكل اضافه يعني لساكنه الدوار ولساكنه المنطقه بصفه عامه.